الفيديو ده هيكون جزء من البوت كامب الخاص بالفاونديشن، وهنتكلم فيه في صورة اوفر فيو سريع على المين بروجكت اللي هنشتغل عليه في الريسيرش كوميتي، وهو سيستماتيك ريفيو اند ميتا اناليسيس. الايتيمز اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده عبارة عن اوتلاينز رئيسية، والتفاصيل هتكون في مع كل مرحلة من مراحل الشغل بإذن الله. اول حاجة الانترودكشن، انترو سريع هنتكلم يعني ايه سيستماتيك ريفيو. بعد كده هنتكلم على البرسبكتيف والاوبجكتيفز بشكل عام، هنتكلم على مراحل الشغل في الاستراكشر والورك فلو، وهنتكلم برضو على الستبس اوف كوندكتنج سيستماتيك ريفيو. هنتكلم على ريكوايرد سكيلز اللي هنحتاجها واللي هنشتغل بيها على مدار البروجكت، واخر حاجة نتكلم على الاوتكمز او الفاينل ريزلت المتوقع يكون عليها البروجكت بعد ما ننتهي من الشغل بشكل كامل. اول حاجه يعني ايه سيستماتيك ريفيو. ببساطه الريفيوز هي نوع من انواع البابليكيشن، فكرتها كالاتي، ان بيكون في دايليما او بيكون في ريسيرش ايديا معينه انا بحاول ادور فيها على كونكلوجن او بحاول اسيرش فيها بشكل عام، ببدا احددها في صوره ريسيرش كويستشن واضح علشان تبقى بس مور سبيسيفيك. بستخدم الريسيرش كويستشن ده ان انا ببدا ادور على كل البيبرز اللي اتنشرت في جميع الاوساط العلميه في الفتره السابقه على نفس النقطه. ببدا اجمع كل البيبرز اللي ريليتد بالموضوع ده في library. المرحلة دي اسمها literature search، عشان بس المصطلح هيتكرر معنا كتير، بس هي المرحلة انا ببدأ اجمع فيها كل papers related بنفس الايديا بتاعتي واجمعهم في library. ببدأ من library دي بناء على كرايتيريا محددة، اختار papers كلها متوافقة مع الكرايتيريا دي، وابدأ اقرأ كل paper على حدة واطلع منها المين concepts والresults، بحيث فاينالي اقدر اطلع بكونكلوجن مبني على كل الداتا او كل الريزلتس اللي ريبورتد في البيبرز دي. ببساطه سيستماتيك ريفيو نفس الفكره، الاختلاف الوحيد ان هو سيستماتيك. الستبس اللي فاتت قبل كده اللي انا قلتها قبل كده ممكن اختارها بناء على اي بريفرنس، لكن السيستماتيك ريفيو بتكون محدده بكرايتيريا، هي بتكون بروسيس مبنيه على كرايتيريا محدده، كل ستيب فيها بتؤدي الى الثانيه، بحيث اي حد لو عمل مجموعه الستيبس دي هيطلع بنفس النتائج. ودي ميزه السيستماتيك ريفيو، ان هو منظم محدد، النتائج بالتالي بتكون كونكلوزيف بشكل اكبر وموثوق فيها طبعا بشكل اكبر. احنا كده عرفنا هنشتغل على ايه ويعني ايه سيستماتيك ريفيو. هنتكلم على الاوبجكتيفز او ايه اللي هيكون موجود على مدار البروجكت. اول حاجه understanding الايفيدنس بيسد ميديسن، هنفهم يعني ايه ايفيدنس بيسد ميديسن، يعني ايه طب مبني على دليل. ممكن نقول هنت بسيط ان الايفيدنس بيسد ميديسن ده عباره عن كل الميديكال براكتس والبروتوكولز والريكومنديشنز اللي احنا بنشتغل بيها ومبنيه على ريسيرش ستادي. ده المفروض يكون الابروتش بشكل عام سواء في الطب او غيره يعني، بس الابروتش ده مهم لان ده بيدعم ان المعلومات او البراكتس عامه اللي احنا بنشتغله مبني على كونكلوجنز ومعلومات موجوده او كونكلودد من ستاديز اتعملت اوريدي بالفعل. يعني انا كده بشتغل بناء على معلومات موثوق فيها. ومهم نعرف ان السيستماتيك ريفيو يعتبر the highest level of evidence في الايفيدنس بيسد ميديسن، وده لان نوع الاستادي نفسه بيمكنني ان انا اجمع كل البيبرز اللي اتنشرت عن توبيك معين او عن نقطه معينه وابدا اقارن واطلع conclusive results، فبالتالي هو مفيد بشكل كبير ويعتبر evidence قوي جدا. تاني نقطة literature search، واحنا عرفنا يعني ايه literature search وهنتكلم عنها بشكل مفصل. تالت نقطة ان انا اعمل systematic review. رابع نقطة meta analysis conducting meta analysis. والاختلاف الوحيد بين systematic review والmeta analysis كلمة analysis، وهنتكلم عنها برضو في السلايد الجاية. اخر حاجة writing skills، طبعا بعد ما بنخلص البروجكت بنقدم البروجكت في صورة paper، البيبر دي بتتكتب، فبالتالي برضو من الobjectives ان احنا نكتسب الرايتنج سكيلز. طيب هنبدا نتكلم على الاستراكشر والورك فلو. الستبس او المراحل اللي بيمر بيها السيستماتيك ريفيو والميتا اناليسيس ست مراحل. اول حاجه ستيب 1 الليتريتشر سيرش. طيب يعني احنا عرفنا يعني ايه الليتريتشر سيرش، او هي المرحله ان انا ببدا اجمع كل البيبر اللي ريليتد بالستادي بتاعتي او بالايديا علشان اجمعهم في لايبرري وابدا اطلع البيبرز اللي هقدر اشتغل عليها او المتلائمه مع الكرايتيريا بتاعتي. مرحله تجميع كل البيبرز دي اسمها الليتريتشر سيرش.
بتتم على اكتر من ستيبس، هنتكلم عن كل واحده فيهم بالتفصيل. بس مبدئيا اول ستيب هي السيرش استراتيجي، ان بكون استراتيجي ببدا ابحث فيها، ببحث بيها على ايه؟ على الاماكن اللي بتكون مجمعه كل البيبرز او كل الميديكال بابليكيشنز، وهي الاونلاين ميديكال داتابيز. طيب بعد كده ببدا اجمع كل النتائج اللي طلعت من الداتابيزز دي واجمعها في لايبراري واحده. زي ما قلنا اللايبراري دي هتكون ديسكتوب لايبراري او السوفت وير بتاعنا اللي بنشتغل عليه اللي هو اند نوت، تمام. طيب رابع نقطه الدوبليكيتس. انا بس بما اني بجمع ستاتس من اكتر من مكان فوارد جدا يكون في دوبليكيشن او تكرار، انا بس بشيل التكرار ده مش اكتر. دي مرحله الليتريتشر سيرش وهنتكلم عنها برضو تاني في السلايدز اللي قدام. تاني نقطة الستيب 2 اللي هي السكرينينج. انا بعد ما كونت اللايبراري بتاعتي من الليتريتشر سيرش هبدأ اعمل سكرينينج لكل بيبر من البيبرز اللي موجودة عندي. يعني ايه سكرينينج؟ ممكن نقول ان هو مصطلح ببساطة ان انا بعمل فرز، ببدأ اشوف ايه البيبرز اللي معايا انكلودد، متوافقة مع الكريتيريا بتاعتي، وايه البيبرز اللي لا مش متوافقة مع الكريتيريا او في نقطة ميسنج هتخل بالبيبر دي، فبالتالي دي مش هتبقى ريليفانت، هتبقى اكسكلودد. طيب السكرينينج ده بنعمله على 3 مراحل، تايتل سكرينينج او 3 فيزز، تايتل سكرينينج، ابستراكت سكرينينج، فول تكست، وهنتكلم عن كل مرحلة هنت بسيط برضو في السلايدز اللي جاي. ستيب 3 او ستيب 3 داتا ابستراكشن، هي المرحلة ان انا بعد ما طلعت كل البيبرز بتاعتي من السكرينينج اللي هم الفاينالي انكلودد بيبرز ببدا اطلع منهم داتا. طيب ايه نوع الداتا اللي انا بطلعها؟ ببساطة هي بيكون بيانات عن الستادي او عن كل بيبر، بعد كده الكاركترستكس بتاعت العيانين اللي موجودين في البيبر دي، تالت حاجة الفايندينجز بقى الكلينيكال اوتكمز والريزلتس اللي كانت ريبورتد في البيبر دي. طيب بعد كده ستيب رقم 4 وهي اللي هتفرق السيستماتيك ريفيو عن الميتا اناليسيس، هي ستيب الاناليسيس، ان انا الداتا اللي انا عملت لها ابستراكشن هنا اللي هي في صورة clinical findings والoutcomes هبدأ أدخلها على برنامج أو أشتغل عليها statistics علشان أطلع نتائج مبنية على comparisons ما بين النتائج بتاعت الستاديز دي كلها. يعني بجمع نتائج كل الستاديز دي كلها وأبدأ أقارن بينها statistically. دي stable analysis وبنعملها على برنامج ريبمان، ودي دي الاختلاف الوحيد بين systematic review وميتا analysis. ستيب رقم 5 الكواليتي اسسمنت، وهي ببساطه هي المرحله اللي انا ببدا فيها اقيم البيبرز بتاعتي، بعمل ايفالويشن للبيبر. الايفالويشن ده بيكون يعني معتمد على ايتمز كتير، بس ببساطه انا ببدا اقيم البيبر واعمل لها جادجمنتال ايفالويشن بناء على كذا ايتم، ممكن على الميثودولوجي اللي اتبنى عليها البيبر، بناء على الاستدي ديزاين بتاع البيبر نفسه، وحاجات كتير تاني بس هنتكلم عنها بشكل افضل لما يجي وقتها في الشغل باذن الله. اخر ستيب وهي ان انا اكتب البيبر بتاعتي الرايتنج، ان انا بكتب كل المراحل البروسيس دي كلها بكتبها وبكتب نتائجها والكونكلوجن اللي انا استنتجته في الاخر. المين سيكشنز طبعا اللي هي اللي بتكون واضحه في البيبر او بتكون فيها معلومات كتير، الانترودكشن، الميثودولوجي، الميثودولوجي دي اللي بيكون مشروح فيها البروسيس او السيستم اللي انا مشيت عليه، ثالث نقطه الريزلتس، واخر نقطه الديسكشن. طيب هنتكلم كده هنت بسيطه عن كل ستيب. قلنا الليتريتشر سيرش ده اللي انا بجمع فيه الداتا بيتكون من 4 نقط زي ما قلنا. اول حاجه الاستراتيجي، الاستراتيجي دي المفروض ان انا بكونها من الريسيرش كويستشن بتاعي اللي بيكون مثلا انا الكويستشن بتاعي ان انا بدور على الافكت بتاع انترفينشن معين او دراج ايه دواء معين في علاج مرض معين او كونديشن معينه. فالاستراتيجي بتاعتي بتكون مكونه من اسم الدراج واسم الكونديشن، هي دي الاستراتيجي. طبعا التكنيكال بوينتس هنتكلم عنها في التاسك او في اثناء الشغل باذن الله، بس دي هنت بسيط. عرفنا يعني ايه استراتيجي، انا ببدا اعمل الاستراتيجي دي وزي ما قلنا بستخدم الاستراتيجي ان انا بدور بيها على كل البيبرز على الاونلاين داتابيسز، بعد كده بجمع كل البيبرز دي في الاند نوت وابدا اشيل الدوبليكيتس. في نقطه مهمه انا كنت قلتها الكرايتيريا، ان انا
الستيب بتاعتي اللي انا بعمل بيها سكريننج، او البيبرز اللي انا هختارها من الليتريتشر سيرش هتكون محدده بكرايتيريا. الكرايتيريا دي اسمها انكلوجن كرايتيريا واكسكلوجن كرايتيريا، وبرضه هنتكلم عنها بشكل مفصل لما نشتغل. طيب الستيب الثانيه زي ما قلنا السكريننج. السكريننج ببساطه ان انا ويل جو ثرو مثلا اللايبراري بتاعتي وهمسك بيبر وابدا اشوف ايه الاستدي الريليفنت وايه الاستدي اللي مش ريليفنت، ايه الاستدي اللي يتوافق معاه الانكلوجن كرايتيريا فبالتالي هتكون انكلودد، وايه الاستديز اللي ما فيهاش انكلوجن كرايتيريا او فيها اكسكلوجن كرايتيريا واضحه فبالتالي دي هتكون اكسكلودد. طب السكريننج او المرحله دي بتتم على ثلاث مراحل. اول حاجه التايتل سكريننج، ان انا ببدا اعمل سكريننج للعناوين بتاعه البيبرز. تاني نقطة الابستراكت سكريننج. الابستراكت ده بيكون حاجة شبه السمري، بيكون فيها سمري كل الايتمز الموجودة في البيبر، سمري للايديا بتاعت البيبر، سمري للميثودولوجي اللي اتعمل بيها البيبر، سمري للريزلتس، سمري للكونكلوجن، بتكون جزء صغير كده سمري لاجزاء البيبر كلها بيكون موجود في اول البيبر. فانا في الاول بعمل سكريننج للعنوان، بعد كده بعمل سكريننج للابستراكت بتاعه البيبرز الانكلودد من اول مرحله، بعد كده البيبرز الانكلودد معايا في الابستراكت سكريننج ببدا اعمل لها فول تكست سكريننج، بفتح البيبر وبقراها. هنشوف كده نلقي نظره سريعه. اول حاجه ده بيكون شكل اللايبراري بتاعتي في الاند نوت، وده كل رو من دول يمثل بيبر. انا ببدا اقرا التايتل العنوان بتاع البيبر واشوف ايه اللي معايا ريليفنت انكلودد وايه اللي مش انكلودد. اللي بيبقى معايا اللي بيفضل معايا من المرحله دي ببدا اعمل له ابستراكت سكريننج. الابستراكت برضو ممكن اطلعه من على الاند نوت عادي، الخانه دي هي الخانه دي، تمام. بيكون موجود فيها الابستراكت، ببدأ أقراه وأشوف برضو إيه الانكلودد وإيه الإكسكلودد. الانكلودد معايا من الأبستراكت ببدأ بقى أفتح البيبر وأقراها كاملة اللي هي الفول تكست سكرين. طيب تالت مرحلة عندي الداتا أبستراكشن، بعد بقى ما اخترت البيبرز عندي وعدتهم على السكرينينج وطلحت الفاينل انكلوجن ببدأ أطلع منهم الداتا. الداتا زي ما قلنا بتبقى في صورة سمري للبيبر، كاركترستكس للعيانين، والأوتكمز أو الكلينيكال فايندينجز اللي ريبورتد في البيبرز. الداتا بنطلعها في صورة جداول زي كده، بتكون جداول على وورد وبتكون محددة بايتمز معينة، هي دي اللي بنعمل لها أبستراكشن أو هي دي اللي بنطلعها من البيبرز. طبعا الداتا برضو نقطة مهمة، الداتا بتكون موجودة يا إما في صورة كتابية مكتوبة في البيبرز، يا إما موجودة في صورة جداول أو في صورة جرافز، فبالتالي في طرق كتير للتعبير عن الداتا برضو هنتكلم عنها مع مراحل الشغل بإذن الله. ستيبس الرابعة بقى هي ان انا عايزة احول، وهي زي ما قلنا ستيب اللي تميز الاناليسز الميتا اناليسز، هي ان انا عايزة احول الداتا دي اللي انا طلعتها، الارقام اللي انا طلعتها من الداتا ابستراكشن، عايزة احولها لنتائج احصائية تقدر تقولي بشكل كونكلوسيف حاجة ريزلت محددة، مين أحسن من مين، مين أقوى من مين، هل فعلا الدراج إيه مفيد في علاج الكونديشن دي ولا لأ، and so on. المرحلة دي بتتم إزاي؟ عن طريق زي ما قلنا برنامج إحصائي بنستخدمه هو الريفمان. ببدأ أدخل الداتا بتاعتي اللي أنا طلعتها من البيبرز، وهو البرنامج بيعمل الاستاتستكس بتاعته وبيطلع لي جرافات وارقام توضح لي الريليشن او سوري الاستاتستيكال اوتكمز او الاستاتستيكال كونكلوجن اللي هو توصل لها بناء على الداتا اللي احنا دخلناها. بعد كده ستيبس رقم 5 بقى هي الكواليتي اسسمنت. زي ما قلنا انا ببدا امسك كل بيبر من البيبرز الانكلودد عندي واعمل لها اسسمنت، تمام. يعني ايه assessment؟ ببدأ اقيمها. طيب التقييم ده الevaluation بيكون بناء على tool معينة designed خصيصا للevaluation او للassessment. التول دي بتختلف على حسب الستادي ديزاين، فمش هنخوض في الموضوع ده دلوقتي، بس نعرف ان الassessment ده عبارة عن مرحلة انا بقيم فيها البيبرز. التقييم ده بيكون باستخدام tool معينة.
التول دي بيكون فيها ايتمز، انا ببدا افتح كل بيبر واقراها واشوف الايتم ده موجود ولا مش موجود، الايتم ده فولفيلد بطريقه كامله ولا مش وافي، الايتم ده واضح ولا مش واضح، وبناء على كده ببدا اقيم او ابدا اعمل ايفالويشن باستخدام التول اللي انا اخترتها. اخر مرحله عندي الرايتنج، ببدا اكتب او احول ببدا احول البروسيس اللي فاتت دي كلها وكل النتائج لكتابه، ببدا احولها لبيبر ينفع تتنشر. طبعا انا بنكتب البيبرز وبنتناول كل النقط دي، سواء introduction, materials, results, discussion and so on. كل النقط دي بتتكتب على مراحل وكلهم collectively اسمهم ال writing step. احنا كده خلصنا كل ال steps او ال structure الخاص بال systematic review، وهنتكلم على اخر نقطتين. اول حاجة required skills، السكيلز اللي احنا محتاجينها او اللي احنا هنتعلمها وهنشتغل بيها. اول حاجة literature search، ازاي اعمل search. تاني حاجة ازاي استخدم الاند نوت. تالت نقطة ازاي استخدم ريفمان كبرنامج احصائي. رابع حاجة هنتعلم طبعا البيزك رايتنج سكيلز. وخامس حاجة البيزك فورماتنج سكيلز اللي انا ممكن احتاجها في الرايتنج، في استخدام الوورد، في اي حاجة على مدار البروجكت. طيب احنا كده خلصنا البروجكت وخلصنا كل حاجة وخلصنا كل ستيبس وعملنا سيستماتيك ريفيو وكتبنا البيبر، هنعمل ايه؟ هننشر البيبر. فده الاوتكم المتوقع او الفاينل ابروتش بتاعنا، ان احنا نطلع ببيبر نقدر نعمل لها فورماتنج كمانيوسكريبت ونقدمها لانترناشنال جورنال ونعمل لها ببليكيشن. فده باختصار البروجكت بتاعنا، وده باختصار البروسيس اللي هيكون عليها الشغل في الريسيرش كوميسي. وزي ما قلنا ده مجرد اوتلاين بسيط، والتفاصيل هتكون باذن الله مع كل مرحله من مراحل الشغل. واتمنى الفيديو يكون قدم معلومه واضحه وتكونوا استفدتوا بيه. وgood luck everybody.